أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تداءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واكذب بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد توقفنا عند الحالة الرابعة، يعني انتهينا من الحالات الثلاثة الأول، ونبدأ إن شاء الله اليوم في الحالة الرابعة من حالات الاسم المشغول، من حالات الاسم المشغول عنه، هذا هو. والحالة الرابعة، طبعا الحمد لله نحن ذكرناها قبل ذلك وشرحناها، ولكن لا بأس أن نعيدها مرة ثانية هنا في أثناء قراءتنا للشرح بعدما بيناها أثناء قراءتنا للمتن. والحالة الرابعة هو أن يستوي فيه، يعني في الاسم المشغول عنه، أن يستوي فيه الرفع والنصب، ولكل علته، يعني استواء الرفع له علة واستواء النصب له علة، والعلة هو المشاكلة أيضا، التناسب والمشاكلة التي ذكرناها قبل ذلك، وأنك إذا نسقت الجملة التي بعد ذلك، اللي هي الجملة التفسيرية أو جملة الخبر، إذا نسقتها على جملة اسمية فالأولى أن تجعلها اسمية، فالأولى أن ترفع، وإذا نسقتها على جملة فعلية فالأولى أن تنصب. طيب، من أين سآتي بالجملة الإسمية أو بالجملة الفعلية؟ قال لك أن هذه الجملة أو هذا الاسم يكون مسبوقا بجملة كبرى، يكون مسبوقا بجملة كبرى بداخلها جملة صغرى. الجملة الكبرى هي جملة إسمية،
والجملة الصغرى هي جملة فعلية. فإذا نويت التنسيق، والتنسيق يعني إيه؟ يعني جاية من النسق، لأن أنت هيكون قبل الاسم المشغول عاطف، يعني هيكون قبله إيه؟ عاطف، يعني قبله حرف نسق. هذه معنى التنسيق هو والتناسب. حينما أقول نسقت الجملة على كذا، فإن ذلك يكون من خلال الناسق، من خلال إيه؟ الناسق اللي هو حرف النسق. وذلك احنا نقول إيه؟ عطف نسق، صحيح؟ ونقول حروف العطف، نقول لا حروف الإيه؟ حروف النسق، صحيح يا شيخ نجوم؟ هذا هو. فإذا نسقت الجملة التي تبدأ بالاسم المشغول على الجملة الكبرى، فالأولى أن ترفع حتى تكون الجملة، أو حتى تكون الجملتان متناسقتين. وإذا نسقتها على الجملة الصغرى، فالأولى أن تنصب حتى تكون الجملتان متناسقتين على الجملة الفعلية. إذن هما هذا هو الوجه، وهذه هي العلة يا طلاب العلم. قال: وأما الذي يستويان فيه، يعني يستويان الرفع والنصب، هذه معنى يستويان، الألف الاثنين هذه تعود على إيه يا شيخ إقبال؟ تقود على الرفع والنصب، أو على النصب والرفع. يستويان فيه، فيه الهاء تعود على إيه؟ على الاسم المشغول عنه. قال: وأما الذي يستويان، يعني وأما الحالة التي، أو وأما الموضع الذي، إما أن تجعل الموضع يبقى الذي ديت صفة للموضع، أو تجعلها التي يبقى الحالة التي، جائز كل ده جائز. وأما الذي يستويان فيه فضابطه، ضابط المسألة، قال لك إيه؟ أن يتقدم على الاسم عاطف، يعني نسق، يا شيخ هداية الرحمن، عاطف يعني حرف نسق، مسبوك، مسبوك صفة لعاطف، صفة لإيه؟ لعاطف. أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوك بجملة فعلية مخبر بها، مش مخبر عنها يا ولد، لأن هي هتقع إيه؟ هتقع خبر، يعني هي مسندة، يبقى مدام مسندة يا شيخ نجوم يبقى مخبر بها، لو مسند إليه يبقى مخبر عنها، خلي بالك من الكلام. هذا هو. قال: مخبر بجملة فعلية، فعلية صفة لجملة، مخبر صفة ثانية، مخبر بها عن اسم قبلها. ايه الاسم دوت يا شيخ زاهد؟ قال لك ده المبتدا، اللي هو بدايه الجمله، بدايه الجمله الكبرى. الاسم ده هو بدايه الجمله الايه؟ الكبرى. واحنا اخذنا الحمد لله في مجالس تلقيح الازهريه في نهايه الكتاب الجمل وانواع الجمل، وفي قلنا جمله كبرى، وفي جمله صغرى، وفي جمله اصغر، وهكذا. يبقى نعرف في الحاجات دي كلها عرفناها والحمد لله، نراجعها تاني. مسبوك بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها. يبقى الاسم اللي قبلها ده وتافق ايه؟ ده مسند إليه. الاسم اللي قبلها ده مسند إليه يا مهيمن. والجملة الفعلية دي يا شيخ رائد ده مسند. واضح؟ هذا هو. كقولك زيد قام أبوه، أدت جملتين همت، زيد قام أبوه دي جملة كبرى، وبعدين قام أبوه دي جملة إيه؟ صغرى. الجملة الكبرى هي جملة اسمية، والجملة الصغرى هي جملة فعلية. ثم جاءت الجملة التي بعد ذلك، التي إما أن تجعلها جملة تفسيرية لا محل لام الإعراب، وإما أن تجعلها لها محل،
لا تكون لها محل سواء نسقتها علينا او على هنا. طيب يبقى هنا نيجي نشوف وعمرا قال وعمرا اكرمته. فاذا نسقت ادي العاطف اهو والواو، الواو ده العاطف اللي هو الحرف النسق. فاذا نسقت عمرا اكرمته على الجمله القريبه اللي هي قام ابوه التي هي الجمله الصغرى التي هي المسند، فالاولى ان تنصبه، الاولى ان تنصب. طيب ولو انت نسقت على الجمله الكبرى يبقى الاولى ان ترفع. طيب ليه اختلفوا؟ ما يتفقوا على حاجه واحده وخلاص. اولا لا، ما ينفعش يبقى في اتفاق على شيء الا في الاصول، لكن دي كلها فروع فلا يمكن الاتفاق على فرع، وهذا اصل ديننا يا طلاب العلم. الاصول ما نقدرش نختلف عليها، ما فيش خلاف، لان الاصول دي ربما تخرجك عن دائرة الإسلام، ربما تخرجك عن دائرة الإسلام، فدي أصول. لكن الفروع لا، دي ناخد وندي فيها. إيه الأحسن؟ الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وإذا يعني نظرت في الإسلام وجدت فيه الوسطية في كل شيء، في كل شيء، وأنا أقصد الكلية، كل فعل كل شيء تجد فيه الوسطية، وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليه العلة؟ ليه؟ لأن وسطيتنا هي التي تشهدنا على غيرنا من الأمم، لأن الأمم اللي قبل كده كانت إما ذات اليمين وإما ذات الشمال، مفيش حاجة وسط أبدا. هذا هو. يبقى ده حتى كمان يعني لفظ الجلالة الله الحرف الذي الأظهر منه، الحرف الأظهر منه هو اللام، واللام حرف وسطي يخرج من وسط الفم، ويخرج الهواء من جانبي اللسان متساويان، متساويين كده، هواء بيخرج من الجانب ده والجانب ده في اللام. حتى اسم الله الأعظم الله الحرف الأظهر فيه هو اللام، واللام عند علماء الأصوات وعند علماء الأداء حرف وسطي يخرج من وسط الفم ومن زلق اللسان، والهواء بيخرج متساويا من حافتي اللسان، شويه من هنا وشويه من هنا، بالوسط كده بالتساوي. هذا هو. ولذلك نجد ايضا يمكن اللي قلت الكلام ده قبل كده في مجلس البلاغه التوضيحيه او البلاغه الواضحه في المدرسه الجوهريه في الجامع الازهر العامر، عاد الله اليه. امين. قلت عن حتى الكلمه التي ذكرها العلماء ايام الحجاج ابن يوسف الثقفي، ها عفى الله عنا وعنه، لما طلب منهم ان يوسطوا القرآن وان يربعوه وان يثمنوه وان يعشروه. هو الحجاج اللي طلب منهم من العلماء ان ينصفوا القرآن وان يربعوه، يعني الارباع، مش الارباع بتاعتنا دي، يعني ربع القرآن، وان يثمنوه يعني يجعلوه اثمانا، وان يعشروه يعني يجعلونه اعشارا، يقول لك العشر الاخير، صحيح؟ عند الطلبه يقول لك العشر الاخير، العشرين الاخيران، هو ده الحجاج اللي عمل كده، وكأن الله استعمله في ذلك قبل ان يموت حتى يكون عمله هذا شاهدا له يوم القيامه، بالرغم مما حدث منه ووقع منه. فالعلماء وداهم مهله
عبد الرجاك كان صعب، اداهم مش قال لهم كده اعملوا كده وخلاص وسابهم، لا ده اداهم قال لهم بقى مش عارف بقى في البرهان قال لهم بعد اسبوع او بعد 10 ايام تكونوا عملتوا اتحصرتوا الكلام ده، فوجدوا ان الكلمة التي تنصف القرآن هي وليتلطف في حرف الكهف. الكلمة خلي بالك من الكلام اللي بقول ايه، الكلمة الكلام ده مثبوت في الزركشي في البرهان الجزء الاول، الكلمة التي تنصف القرآن هي وليتلطف، يعني عدد الكلمات التي قبلها وليتلطف مساو تماما لعدد الكلمات التي بعدها وليتلطف، يبقى دي اللي في النص كده يعني اللطف، فاللطف هو جوهرة القرآن وجوهرة حقيقة الإسلام. وبعدين قالوا له كمان ايه، هما بقى زادوا بقى قالوا له اما الحرف الذي يتوسط القرآن، الحرف مش الكلمة، الحرف الذي يتوسط القرآن هو اللام الثانية من وليتلطف، اللام الثانية وليت لا هي اللام دي عدد الحروف التي قبلها تساوي عدد الحروف التي بعدها، واللام حرف وسطي وشاء الله أن يكون من اللام اسمه. شفت بقى ازاي؟ ادي معنى قولي الوسطية في كل شيء في الإسلام، في الفرائض والنوافل والأحكام وكذا وكذا وهكذا يا طلاب العلم. واضح؟ فهنا الخلاف ليه بقى؟ اختلفوا ليه؟ اختلفوا عشان رحمة. رحمة. اختلاف العلماء رحمة للبشر للمسلمين. فعشان ما فيش حتى لا يكون هناك تنافر وتناحر وشقاق، وللأسف جهلة الناس اتخذوا من الخلاف سبيلا للشقاق. يعني أصلا ربنا شاءت قدرته وشاءت عظمته وشاءت إرادته وشاءت ملكوتيته في خلقه أن يكون الخلاف رحمة للمسلمين، لأنك لو خدت بالرأي ده وتحل، ولو خدت بالرأي ده وتحل لا إثم عليك، وافعل ولا حرج، افعل ولا حرج، مش دايما عمل كده؟ افعل ولا حرج، افعل في حجة الوداع واحد يقول افعل ولا حرج، افعل ولا، بس ايه الأركان هي الأصول، الحج عرفة خلاص لازم تقف على في عرفة حتى وإن كانت دقيقة برضه، ده 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 دي تيسير اهو، هذا هو. وبعدين يقول لك الناس بقى يقول لك اتخذوا من الخلاف سبيلا للعداء، يقول لك انت مش عارف ايه ولا ايه وانت ايه وده وده وده، يبقى انت كذا وده انت كذا وده كذا، مع ان بالرغم من ان مشيئة الله ارادت ان يكون الخلاف بين العلماء سببا للرحمات، عشان ما فيش حد يخطئ حد تاني، لان كل على صواب وكل متبع لإمامه ولعالمه، والعالم هو متبع لسيدنا الرسول، لأن أخذ من الدليل من سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح؟ يبقى هذا يعرفنا حاجة جميلة قوي يا ولاد، الخلاف ده رحمة من الله على أمة الإسلام، فلا ينبغي أبدا أن نعادي أو أن نشاقق بعضنا بعضا أو غير ذلك. نعود مرة ثانية، هما ما اتفقوش ليه؟ لان كل واحد اعمل فكره، ما هو الدين بتاعنا دين عقل ودين فكر مش دين قيود وتحجر زي ما الناس بترميه، وهو من التحجر براء. بل انا لي مقوله وقلت لهم ان وقلت لكم قبل ذلك واقولها وان شاء الله لا ازال اقولها، وان اذكى فئه من الناس هم الفقهاء. ما تقولوش بقى علماء الذره وعلماء الفيزياء وعلماء الطاقه وعلماء مش عارف ايه، لانهم استطاعوا ان يستنبطوا الاحكام من اشياء
تبدو لك العدم ولكن هي شيء عظيم عنده، ظاهرها العدمية وإنما فيها كل الوجودية. الحاجات اللي استنبطوا منها الأحكام دي، لو كلمة في حديث أو موقف أو حرف يأخذ منه حكم بذكائهم وفطنتهم ودقتهم وضبطهم للعلم وضبطهم للتعريفات وما أشبه ذلك. واضح يا أولاد؟ آه هو ده. نعم. إذن هنا ليه اختلفوا؟ قال لك اختلفوا علشان كل واحد نظر بفكره إلى وجهة، وهو ما لم يتبع في ذلك هواه. لا ده منضبط، الأمور منضبطة. ليه بقى؟ قال لك اللي هو رفع ده، أو اللي هو خلينا في اللي رفع الأول، قال لك اللي رفع ده نسق على الجملة الكبرى. طب نيجي نقول طب هو ليه ما نسقش على الجملة الصغرى؟ قال لك يا أخي لأنه له يعني تخريج في ذلك، أو له وجه في الأمر، هو أن الجملة الكبرى هي الأصل، هي أصل الكلام. الجملة الكبرى هي أصل الكلام، أليس كذلك؟ واحد الأب والابن مثلا، ما الأصل؟ الأب، فهو ينسق على الأبي مثلا، فهو نسق على الجملة الكبرى لأنها هي أصل الكلام. خلاص يبقى أنت هو له هو حجة، من نسق على المبتدأ فله الحجة في ذلك، حجته في ذلك أن الجملة الكبرى هي الأصل. طب ولي نسق على الجملة الفعلية؟ يقول لك نسق على الجملة الفعلية لأنها الأقرب، والأقرب أولى أن ينسق عليه، الأقرب أولى أن ينسق عليه. يقول لك يبقى هو لا، النصب انصب، هذا هو. يبقى له كل واحد من العلماء له ايه؟ لا حجة، وده صح وده صح، ولذلك يقول لك بالتساوي، هذا هو. قال: واما الذي يستويان فيه، يعني يستويان الرفع والنصب فيه، يعني في الاسم المشغول عنه، فضابطه ان يتقدم على الاسم عاطف، يعني حرف نسق، مسبوق، قلنا ده صفة لعاطف، بجملة فعلية مخبر، صفتان لجملة مخبر بها عن اسم قبلها. كقولك زيد قام أبوه، أدي قام أبوه، ده جملة فعلية اهي، مخبر عن بها مش عنها، مخبر بها عن ايه؟ عن الاسم الذي قبلها، الذي هو زيد، الذي هو المسند اليه، يعني المبتدأ. يبقى هو اولى ان ينسق، لان ايضا كمان علة اخرى حضراتني الان، هو ان الجملة الاسمية اصل للجملة الايه؟ للجملة الفعلية. واحنا عارفين الكلام ده من زمان، الجملة الاسمية اصل والجملة الفعلية ايه؟ فرع. ولذلك الجملة الاسمية اثبت للدلالة من الجملة الايه؟ الفعلية. هذا هو بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي.
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. نعم، وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين، كما قال الشيخ خالد في الأزهري في التنقيح. ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، هذا جملة كبيرة وجملة صغيرة. ومعنى قولي ذات وجهين أو وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز، يعني تبدأ بجملة اسمية يبقى الخبر جملة فعلية، هذا هو فعلية العجز. فإذا راعيت الصدر رفعت، وإذا راعيت كذا نصبت. طب وليه راع الصدر؟ راع الصدر ايه حجته؟ قال لك لان هي الاصل، الجملة الكبرى اصل لانها تشتمل على الجملة الصغرى، هذا هو. وبعدين الجملة الاسمية كمان اصل للجملة الفعلية، فالاولى ان ينسق عليها، فقال لك ارفع. طب والتانيين جماعة التانيين؟ قال لك لا، ده الاقرب، حجتهم انهم نسقوا على الاقرب والاقرب اولى. مش بقول لك الاعراب على المجاورة، مع ان المجاورة ما اعرابها مختلف، بس بقول لك ده خد حكم المجاور، خد حكم الايه؟ المجاور. صح؟ بقول لك اولى لان المجاورة اهي. واضح يا شيخ اقبال ولا مش واضح؟ الحمد لله، بارك الله فيك. امين يا رب. خد يا اقبال. فان راعيت صدرها رفعت عمرا، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، يعني عملت ايه يا شيخ زيد الخير؟ عملت مشاكلة زي ما قلت لك قبل ذلك. وان راعيت عجوزها نصبت يا شيخ ايه رائد، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، لان برضو من باب المشاكلة، والمشاكلة قلناها قبل ذلك اولى، قلنا قبل ذلك في مسألة سابقة المشاكلة أولى من الاختلاف، لأن التنسيق ويبقى إيه أجمل في الكلام، هذا هو. وإذا رعيت عجوزها نصبته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهين مستويين. مفيش هنا بقى أولوية يا شيخ إكرام، خلاص مفيش أولوية، لأن ده صح وده صح، وده له حجته، وده والحجة دي مساوية الحجة دي، خلاص يبقى الاثنين متساويين. واضح؟ واضح. نعم. هل هناك سؤال في المسألة؟ هل هناك سؤال؟ يقول يا شيخ محمد سؤال، شيخ هداية الرحمن فاهم 100%؟ ها إكرام فاهم؟ فاهم يا شيخ عفيف؟ تفضل. شيخ إذا تقدير الآية زيد قام أبوه، وكيف تقدير في هذه الآية؟ في الآية؟ في الجملة؟ في الجملة. زيد قام أبوه. وعمرا أكرمت، أنت عايز تعطف عليه صورة ولا كبرى؟ كبرى؟ صدره قام أبوه. خلاص تقول ايه؟ تقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. وعمرا أكرمته. يبقى ايه بقى؟ تقول ايه؟ تقديرها كده، زيد قام أبوه وأكرمت عمرا أكرمته. هذا هو. صحيح؟ قلنا الكلام ده؟ واضح؟ أكرر؟ بارك الله فيك. طيب في سؤال تاني يا اولادي؟ شهيران، ها لك اليف، لك سؤال يا شيخ زايد الخير. شيخ زايد اقبال. طيب واما الذي يترجع، ده الحاله الاخيره والايه؟ واللي خلاص الموضع الخامس والاخير.
قال وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، يعني عدا هذه الحالات، يعني وكأنني أشتم في كلامه سيدنا ابن هشام رضي الله عنه وأرضاه، وكأنني أشتم من كلامه أن المسائل التي لا تدخل تحت حد الاشتغال تكون على أصلها. المسائل التي لا تدخل في حد الاشتغال تكون على أصلها أو تخرج على أصل الكلام، وأصل الكلام عادي بقى اللي هو مبتدأ وخبر، صحيح؟ هذا هو. قال وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، يعني عدا هذه الحالات السابقات التي يكون فيها الاشتغال أو حد الاشتغال يعني محقق، يبقى إيه؟ احمل الكلام على أصله، كأنه أراد أن يقول ذلك. نعم، كقولك زيد ضربته، خلاص ما ينفعش تقول بقى زيدا هنا، لأن ما فيش حاجة من الإيه؟ من الضوابط الحالات اللي قلناها قبل ذلك. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها، هذا هو. أجمعت السبعة على رفعه. وطبعا دايما القراء أو دايما العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا السبعة، لأن عندهم القراءات الصحيحة سبعة. ده عند النحاة بس، لكن احنا لنا دعوة بالإيه؟ بعلم الأداء، بعلم القراءات. القراءات الصحيحة هي السبعة والثلاثة فوق الإيه؟ فوق السبعة. وقرئ شاذا بالنصب، وربما شاذا بتاعتهم دي تقول لأبي جعفر، أو تقول يعني تقول لسيدنا يعقوب، أو تكون مثلا لسيدنا خلف العاشر، خلف البزار، ربما تكون ذلك. وهو احنا جبنا يعني استشهدنا على ذلك بقراءة أو بآية من القرآن. نعم، وقرئ شاذا بالنصب، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل، أصل كلامه زي ما قلت لك، يحمل على أصل الكلام، وأصل الكلام هو الابتداء والإخبار، أليس كذلك يا معين؟ بلى، وافت عليك. ولا مرجح لغيره، مفيش مرجح من ايه المرجح دي؟ يقصد ايه؟ يقصد مرجح النصب الذي ذكرناه في الحالات اللي فاتت، سواء الحالة الأولى أو الثانية أو الرابعة، لأن في حالة قلنا ليس من باب الاشتغال، هي المرحلة الثالثة اللي هو اللي هي ايه؟ ترجيح الرفع أو الرفع، الرفع أولى. يقول لك دي ليس من الاشتغال اصلا، وذلك ابن الحاجب، سيدنا ابن الحاجب لم يذكرها، وقلنا قلت الكلام ده في المجلس، صحيح؟ ففي كل حاله من الحالات الثلاثه الاول التي فيها ترجيح النصب او استواء النصب او وجوب النصب لها مرجح، لها مرجح للنصب، صحيح؟ يعني استواء النصب ايه مرجحه؟ وجود جملة فعلية، صحيح؟ وترجيح النصب ايه؟ اللي هي اللي هو ان هو الجملة طلبية، لا ما ينفعش اخبر بجملة طلبية، يبقى النصب اولى، وهكذا. يبقى ادي معنى قوله ولا مرجح، عشان ما فيش كلمة تفوت عليك من غير ما تعرف ايه مغزاها وايه مفهومها وايه دلالتها. ولا مرجح لغيره، يعني ليس هناك مرجح من مرجحات النصب سواء كان على الوجوب او على الجواز او على الاستواء، مفيش مرجح لغيره. الهاء تعود على الرفع اللي هو الاصل، مفيش مرجح، يبقى احمل الكلام على ايه؟ على اصله. واضح؟ فاهم؟ فاهم يا ولد؟ طيب، فاهم شيخ نجوم؟ نيجي بقى نشوف المسألة الأخيرة. في مسألتين أخيرتين مهمين جدا جدا يا طلاب العلم، لأن فيهم ضابط خفي كده أو دلالة خفية. بسم الله، بقول فيهما:
قال وليس منه، يعني من الاشتغال. قول الحق تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، إنما العنى منهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. هو ده. فيقول لك هنا إيه بقى؟ ليس من هذا الباب قوله وكل شيء فعلوه في الزبر. يعني ما ينفعش أقول في قراءة مثلا أو حتى في الشوى كله. ليه؟ لأن ضابط الاشتغال مش موجود. لأن ضابط الاشتغال ده يا أولاد أيضا فيه دلالة. فيه إيه؟ دلالة. لماذا ليس من باب الاشتغال؟ الجواب نجده عند المفسرين. والمفسرين المفسرون دولا هم اللي عرفونا ايه معنى الآية، لأنهم سمعوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم اجتهدوا بعلمهم وبالفتوحات وبالمدد الذي يأتيهم حتى وقفوا على معنى الآية الكريمة، وقالوا لنا ليس معناها أنهم فعلوا كل ما في الزبر، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو معنى الآية، ليس أن كل شيء في الزبر فعلوه، المعنى كده مخالف للمقصود، وإنما المعنى معنى الآية الكريمة أن كل شيء، أنا نصبت هنا عشان أنا جبت أن كل شيء فعلوه أو حاصل منهم مكتوب في الزبر، مدون في الزبر، يبقى المعنى هنا خفي. فالمعنى الأول الذي هو غير مطلوب يجوز أن نحملها على الاشتغال، بس ده المعنى مش مطلوب، معنى الآية ليس هو هذا. إذن لو حملناها على الاشتغال لفسد المعنى هيفسد، أو هنكون قد خرجنا عن المعنى الآية المقصود، هذا هو. وإذا حملناها على الابتداء يبقى ده المعنى المقصود، ولذلك قال لك وليس منه كذا كذا كذا. واضح؟ سأكرر مرة ثانية. فهمت يا أفيقة؟ طيب أكرر مرة ثانية يا فاهم. الحمد لله. قال سيدنا ابن هشام رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قال وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. طيب مدار المسألة إيه؟ قال لك مدار المسألة الدلالة، هو ده مدار المسألة. نعم، دلالة الكلام، دلالة الآية. لأنك إذا حملت الآية على أن كل شيء مكتوب في الزبر هم قد فعلوه واقترفوه، فإن المعنى يفسد، أو معنى الآية ليس على هذا. وإن كان هذا المعنى غير المقصود هو يحمل على الاشتغال، يعني لو احنا عرفنا لأرادنا هذا المعنى من الممكن أن نقول وكل، لكن هذا هو ليس هو المعنى، وإنما معنى الآية أن كل فعل وقول وحال قاموا به
وفعلوه وأحدثوه وحصل منهم هو مدون في الزبر. وهذا المعنى لا يجوز معه الحمل، لا يجوز معه الحمل على الاشتغال، وإنما يحمل على أصل الكلام. واضح؟ نقرأ ماذا قال سيدنا. قال: وليس منه قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله، انظر انظر الضابط ده يا أولاد، ما هو كلما تقرأ كلما تقف على ضوابط، مش ضوابط اللي هو حد المسألة، لا ده حد المسألة، ده حد الصناعة، لكن في حدود أخرى في الدلالة وغير ذلك، اللي هو وضابط الباب، مش قال كده في الأول؟ وضابط الباب هو كذا كذا كذا، ولا ما قالش ده ضابطه في الإيه؟ أهو يقول لك ضابط هذا الباب، ده ضابطه في الصناعة يا أولاد، هذا ضابطه في الصناعة، لكن هناك ضابط آخر، ضوابط أخرى تحدث الدلالة، تنوجد من الدلالة، كلما تقرأ كلما تعلمت وازددت. هذا هو يقول لك هنا إيه؟ لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما، شوف الحصر ده، إنما يكون على حسب المعنى المراد. حسب الإيه؟ المعنى المراد. هذا هو. وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء، زودت أنا كلمة عشان أوضح، شيء موجود في الزبر، زودت كلمة موجود عشان تكون أوضح للطلاب. ليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء، مش ده المعنى. لو أراد القرآن هذا المعنى لجاءت قراءة بالنصب، لأن النصب ده على المعنى المراد. واضح؟ يقول لك: وزيدا أكرمته، يعني أكرمت زيدا، مش هو ده المعنى؟ مش ده المعنى؟ ولا مش ده المعنى؟ وزيدا أكرمته، يعني أكرمت زيدا أكرمته، صحيح؟ طب هنا وكل في غير القرآن، وكل شيء فعلوه في الزور، أي إيه؟ يعني إيه؟ يعني فعلوا كل شيء فعلوه في الزور. يبقى هنا هنقدر إيه؟ مناسب، صحيح؟ يتوافق مع المذكور. يبقى وفعلوا كل شيء فعلوه في الزبر، لكن ده مش المعنى المراد، مش هو ده المعنى المطلوب من الآية، فليس من باب الاشتغال. أمال إيه المعنى المطلوب يا مولانا؟ قال لك المعنى المطلوب أن كل شيء أقدموا عليه وأحدثوه وقالوه وفعلوه قد دون وسطر. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا هو. أسأل الله السلامة والعافية. آمين يا رب العالمين. يبقى هو ده المعنى يا أولادي. واضح يا مولانا؟ طيب. يقول لك إيه هنا؟ وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء موجود، أنا زودت كلمة موجود دي واكتبها عندك، في الزبر، حتى يصح تسليط، أي من أجل أن يصح، لأن حتى دي تعليلية، حتى دي إيه؟ تعليلية، أي كي حتى يصح تسليطه على ما قبله، لأنك إذا كان هذا المعنى هو المراد فيصح تسليط عامل اللي هو المناسب من إيه؟ مما ذكر،
أليس كذلك؟ حتى يصح تسليطه على ما قبله. أمال إيه المعنى؟ قال لك وإنما المعنى، شوف بقى المعنى المراد، الذي لا يستقيم معه الاشتغال، الذي لا يستقيم معه الاشتغال. إيه المعنى المراد يا عفيف؟ قل لك وإنما المعنى وكل شيء مفعول له، مفعول، اسم مفعول أهو، لأنهم فعلوه فهو مفعول، زي أنت مخلوق لله والزمان مخلوق لله، صحيح؟ يبقى أنت هو فاعل، هو خالق سبحانه وتعالى، جل شأن الله، هو خالق وأنت مخلوق له، وكذلك هم فاعلوا، هم فاعل، والشيء المفعول له أهو. قال وكل شيء مفعول لهم ثابت في الايه؟ الله. هذا واضح؟ وهو مخالف لذلك المعنى، المفروض يقول لي هو مخالف لذاك المعنى، بس اقول لذلك حلو برضه. فالرفع هنا ايه؟ واجب. لا راجح، ده واجب. ليه يا اولاد واجب؟ قال لك لانه على الاصل، على اصل الكلام، لانه على اصل الكلام يا شيخ رائد، مش محتاجين المرجحات اللي احنا قلناها قبل كده، المرجحات دي ملهاش مجال. قال فالرفع هنا واجب لا راجح، والفعل المتاخر صفه للاسم. عارفين عاملين زي ايه؟ زي بتاعت خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتطهرهم. يقول لك خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم لان الصدقة، اخذ الصدقات لا يترتب عليها التطهير، وإنما التطهير إن يكون بالصدقات ويكون بالصلوات والزكوات والذكر إلى آخره. فليست مقتصرة على التطهير، ليس مقتصر على أخذ الصدقات، ولذلك جاءت قراءة الرافع، قراءة الرافع على هذا المعنى. وقول أقول لك خذ من أموالهم صدقة تطهره بالرافع، هي مش بالجزم. فجملة تطهرهم صفة لإيه؟ صدقة. نفس الشيء هنا، تمام؟ وهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني بالرفع، ما قالش يرثني، لأن يرثني بيبقى جواب، ولو قال تطهرهم تبقى جواب، بس دي مش جواب، دي مش ايه؟ مش جواب، ده على الوصفية، على الصفة، لذلك جاءت قراءة الرفع. واضح؟ يقول لك وكل شيء فعلوه في الزخرات، دي قلناها دي. والفعل متأخر صفة للاسم، يعني فعلوه هذا جملة فعلية في محل جر صفة لشيء. نعم. فلا يصح له أن يعمل فيه، واضح؟ لأن الصفة ما بتعملش في الإيه؟ في الموصوف. هنا للاسم، الاسم ده هو إيه بقى؟ اللي هو شيء زي ما قلت قبل قليل، ولا كل، وكل شيء فعلوه، للشيئية ولا للكلية؟ خلاف دي بينهم بين العلماء، الصفة دي للكلية ولا للشيئية؟ يقول لك للشيئية، لأن الشيء ده عام، ده جماعة، والجماعة التانية يقول لك لا ده للكلية، لأن ده هو ده المضاف، هو ده الأصل، والتاني دوت
مضاف إليه. تمام؟ ولا سيما أنه ما زال على تنكيره، لأنه أضيف إلى كلمة من الكلمات العشرة الموغلة في الإيه؟ في التنكير، في الإبهام، زي بقى سيدنا الفاكهة يقول لك لا ده دي صفة للكلية، وجماعة تانيين يقول لك لا دي صفة للشيئية. أهلا وسهلا، برضه خلاف جميل لا بأس في ذلك. واضح؟ طيب، دي المسألة الأولى انتهينا منها. في سؤال فيها؟ قول يا شيخ محمد. حضرتك قدرتم سيدي في معنى غير المراد، قدرتم المتعلق شيء موجود اسفل. كل شيء موجود في الزور. طيب. دي انا قدرتها يا شيخ محمد من اجل التوضيح، من اجل باب التوضيح على الطلاب. لكن مش المفروض متعلق هو فعلوه؟ فين؟ وكل شيء في الزبر. من فعلوا كل شيء في الزبر. المفروض متعلق فعل، متعلق بالجار والمجرور. يعني فعلوا في الزبر كل شيء. قول تاني. طيب وقال هنا وليس، قال هنا وليس المعنى هنا انهم فعلوا كل شيء في الزبر. متعلق الجار المجرور اللي هو في الزبر. أليس فعل؟ وكل شيء فعلوه. يعني فعل. أي نعم أنا فهمت سؤالك، وكل شيء فعلوه في الزبر. لا مش متعلق. لا يا مولانا. سيدي حضرتك قدرتم هنا موجود. لو قدرت موجود يبقى أنا متعلق. أنا قدرت موجود ليس صناعة. ليس صناعة. وانا ذكرت هذا، قلت له هذا للتوضيح عشان نوضح المعنى، لكن بالصناعه. لان في الزبر الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، خبر المبتدا كل. يعني كل شيء فعلوه كائن في الزبر، مسطور في الزبر. نسيت على النصب مش على الرفع. على النصب، على غير المعنى المراد. يعني في على الاشتغال، على الاشتغال. على غير المعنى المراد. نعم يبقى متعلق بفعلوه. ايوه طبعا طبعا. انا كل هذا على المعنى المراد من الايه القرانيه. لكن ده جميل. طب اوضحها مره ثانيه. احنا قلنا في معنيان، هناك معنيان اثنان. المعنى المراد اللي هو لا يكون الكلام من باب الاشتغال، وحينئذ الجار والمجرور سيكون متعلقا بمحذوف خبر، خبر المبتدأ. واضح؟ وإذا جعلناها من باب الاشتغال في غير القرآن فإن الجار والمجرور يكون متعلقا بالفعل. واضح؟ جميل. على المعنى المراد كل شيء. قلنا الجار المجرور متعلق بخبر محذوف. هل ممكن ان نرجع لهذا المتعلق خاص بدل ثابت؟ والله انا يعني لا بأس عندي، لا بأس. وده سؤال برضو دقيق، ده سؤال دقيق، بس هيكون في مشكلة. أنا عندي لا بأس من جهة المعنى، لكن هيكون في مشكل من جهة الصناعة، وهو أنك لو جعلت المتعلق به خاص يبقى وجب ذكره. هيكون وجب إيه؟ ذكره. أما من جهة المعنى فعندي فلا بأس، ولكن سيوقعنا في مشكل في الصناعة، وهو أننا إذا جعلنا المتعلق به خاص يبقى وجب ذكره. هذا وده شيء معروف يعني وعارفينه، أليس كذلك؟ طيب يبقى نجعله عام، نجعله عام، لأن العام يا مولانا العام جامع،
العام جامع. يعني لو قلت حاصل، ما هو حاصل ديت فيها معنى المكتوب او فيها معنى المدون او فيها معنى المستطر او صحيح. يبقى الـ الـ العام ده قصدي اللي هو المتعلق العام جامع لهذه الدلالات. ولذلك النحاة لما جم قالوا المتعلق عام سواء بقى حاصل او كائن او مستقر او الى اخره، اللي هي الحاجات العامه دي، فيقول لك دي ما تقولهاش، ما تذكرهاش، لان هي معروفه معلوم بالضروره. لكن امتى تذكر المتعلق؟ لما بيكون خاص. وابن هشام قال الكلام ده بنصه وبحروفه في الشذور، شذور الذهب. ارجعوا ليه كده وهتلاقوا الكلام ده موجود. واضح؟ طيب. قال: وليس منه، يعني المسألة الثانية بقى. قال: وليس منه أزيد ذهب به. يعني وليس من باب الاشتغال أيضا. مسألة جديدة بس العلة مختلفة هنا، لعدم اقتضائه النصب، لعدم اقتضائه النصب. وبعدين الجملة اللي جاية دي بقى مهمة جدا 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 جدا: مع جواز التسليط. مع جواز الايه؟ التسليط. يبقى هنا علة خروج هذا المثال من باب الاشتغال عدم تحقق الضابط، ضابط الصناعة. لأن ضابط الصناعة لو سلط عليه لنصبه، ده ضابط الصناعة، بحيث إذا سلط عليه يا هداية الرحمن لنصبه. طب سلط كده، التسليط هنا جائز، التسليط جائز. طب سلط، اولا اما ان يكون المسلط عليه مرفوع نائب فاعل، واما اذا اردت ان تنصبه، اذا اردت ان تنصبه عشان تحقق الضابط هتاتي بمناسب مخالف. ستأتي بإيه؟ بمناسب مخالف للإيه؟ مخالف للمعنى. يعني لو أنت حققت، إذا أردت أن تحقق الصناعة سيختل المعنى، وإذا أردت أن تحقق الضابط هيرتفع، هيسقط الضابط. إذا سلطت هيسقط الضابط. يعني إذا أنت أردت أن تحقق ضابط الصناعة هيختل المعنى. أنا حنصب بحيث إذا سلط إيه؟ لنصبه. طب أنا حنصب، المعنى هيختل. لماذا؟ لأنك ستضطر إلى أن تأتي بمناسب يخالف معنى الكلام، يخالف معنى الجملة. وهقول لك دلوقتي ده كلام نظري، هقول لك هنعمل ايه. طيب واذا اردت ان تسلط، واذا اردت ان تسلط وتحقق الضابط هيرتفع، مش هيتحقق الضابط لانه ذهب به. نائب فاعل، أذهب به زيد، أذهب بإيه؟ هتقول شوف أزيد ذهب به. طب اتسلط كده مش هيتسلط. تمام. المحشي قال حاجة بقى جميلة قوي هنا، هقرأها لكم لأنها جميلة. قال سيدنا السجاعي اللي معاه حاشية السجاعي يشوفها، هقرأ حاشية السجاعي. قوله
ده الكلام ده في المتن بقى لما عقب على المتن قوله وأزيد ذوهب به وليس منه كل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذوهب به. بيقول ايه سيدنا السجاعي؟ ترك المصنف رحمة الله عليه شرح قوله أزيد ذهب به، يعني إشارة إلى أنه في الشرح اللي هو احنا قرأناه دلوقتي لم يلتفت إليه، قال لك وليس منه كذا فقط، صحيح؟ مع جواز التصليل، لكن ما شرحش. فالسجاعي بقى يجي يشرح. يقول لك ترك المصنف اللي هو سيدنا ابن هشام رحمة الله عليه شرح قوله وأزيد ذهب به، إشارة إلى الشرح أنه لم يتناوله في الشرح. قال وحاصله، حاصل الشرح ده إيه؟ أنه ليس من هذا الباب، أزيد ذهب به مش من باب الاشتغال. تعرف ليه؟ لأنك لو سلطت الفعل لما انتصب الاسم، صحيح؟ لأني هتسلط فعل ايه؟ مبني للمجهول. طب مبني للمجهول بيرفع ولا بينصب؟ بيرفع نائب فاعل. يبقى ضابط الباب ايه؟ تحقق؟ ما تحققش، يبقى ليس من الاشتغال، أليس كذلك؟ انظر ماذا قال سيدنا السجاعي وحاصله أنه ليس من هذا الباب لامتناع عمل الفعل المذكور النصب. الفعل المذكور اللي هو ايه؟ ذهب. هتقول ايه؟ ذهب زيد، اولا المعنى فاسد لان ذهب يتعدى بالباء، اتعدى بالباء اهو، قال أزيد ذهب به، فانت لو صليت مش هينفع. لامتناع عمل المذكور، الفعل المذكور النصب في الاسم السابق لو سلط عليه، قال فيلزم فيه الرفع على الابتداء، لان صح اليس كذلك؟ يبقى لما اقول لك ازيد ذهب به يبقى زيد دي لابد ان تخليها مبتدا، ما ينفعش تقول زيدا. ليه؟ لانك لو سلطت الفعل المذكور على هذا الاسم لما انتصبه، لما نصبه، الاسم مش هينتصب خلاص. وضابط الاشتغال النصب، اليس كذلك؟ قال لك اهو بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الاول لايه؟ لنصبه، صحيح؟ يبقى اقول لك كده سيدنا السجاعي لامتناع عمل الفعل المذكور النصب في الاسم السابق لو سلط عليه فيلزم فيه الرفع على الابتداء، او بفعل مضمن تقديره أذهب زيد ذهب به، عايز تخليها ذهب زيد ماشي مفيش مشاكل حلوة، بس برضو مش هينتصب، هيكون ما زال ايه؟ ما زال مرفوع على نائب الفاعل. ده انتهى كلام. فإن قلت لا ينحصر المناسب في أذهب، احنا ممكن يا مولانا نجيب مناسب اخر، هو لازم اجيب يعني أذهب، ما احنا قلنا اهنت، صحيح؟ قلنا جاوزت، صحيح؟ يقول لك فان قلت لا ينحصر المناسب في أذهب فليقدر هنا مناسب اخر ينصبه، مثل يلابس، يلابس ايلابس زيدا ذهب به، هيرد عليه دلوقتي. مثل يلابس او اذهب بالبناء للايه؟ للمعلوم. اذهب زيدا على صيغه المعلوم، هو قال لك اهو، فيكون تقديره زيد يلابسه الذهاب،
أو يلابسه أحد بالذهاب. قلنا كل ده الإيراد اللي هو المعترض. قلنا المراد بالمناسب، بيرد بقى من جانب الدلالة، المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور، لأنك زيد ضربت أخاه يعني أهنته، لأن ضربك أخاه إهانة لزيد، أليس كذلك؟ ومررت به يعني جاوزته. لازم يكون ايه المناسب ده، مش تجيب لي اي مناسب من دماغك كده، لا ده لازم يكون ملائم للفعل المذكور. قال لك قلت او قلنا المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور او يلازمه. وبعدين جاب لك ضابط اخر يقول لك مع اتحاد المسند اليه. لكن هنا المسند ده مش متحد صحيح، لان انت جعلته مره نائب فاعل وجعلته مره فاعل، وده والاثنين مش متحدين، او جعلته مره نائب فاعل ومره مفعول والاثنين مش متحدين، يبقى اقول لك ما ليس من باب الاشتغال في شيء. قلنا المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور او يلازمه مع اتحاد المسند اليه، والاتحاد فيما ذكرته انت ايها المعترض مفقود. وبعدين يقول لك قاله سيدنا الامام الجامي رحمه الله عليه. واضح مفهوم المساله؟ يبقى ليس هذا من باب الايه اشتغال في شيء. هذا هو يا طلاب العلم، وليس منه ازيد نزول من عدم قضاء النصب مع جواز التسليط ممكن، لكن مش هينصبه، ولو نصبته هيبقى تجيب ملابس اخر وملابس اخر مخالف للمعنى، يبقى نقول لك ايه نخليها كده على اصل الكلام. هذا هو يا طلاب العلم، انتهى باب الاشتغال. ونشوف بقى الاسئله سريعا كده عشان ننتقل الى التنازع ان شاء الله. سيدي في اعراب الايه الكريمه سيدي فين؟ في وكل شيء فعله. حاضر. الواو بحسب ما قبلها. كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف، وشيء مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره. وكل شيء فعلوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة الوجود واو الجماعة. وواو الجماعة ضمير رفع حركي مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير نصب متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية التي هي فعلوه في محل جر على الرأي الثاني أو على الرأي الأول اللي احنا قلناه، يعني صفة لشيء. وفي محل رفع على الرأي الآخر صفة لإيه؟ لكل. وكلاهما صحيح. وكل شيء فعلوه في الزبر. وطبعا الرابط بين الصفة والموصوف هو الهاء وليست الواو. الهاء وليست الايه؟ الواو. هذا هو. فعلوه في الزبر. في حرف جر، حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. الزبر اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر شبه جملة للمبتدأ اللي هي المذكور. هذا هو إعراب الآية الكريمة. واضح؟ كرر. الحمد لله. بارك الله فيك. في سؤال آخر يا أولاد؟ إيه سؤال؟ يلا يا أولاد قول. بسم الله. يلا قبل أن ننتقل إلى التنازع، تفضل يا شيخ ذات الرحمن.
ممكن ان نقول فلسطين المتقدم يكون في باب الاشتغال يكون منسوب دائما. لا اذا ده في لا في رفع طبعا. خلي بالك انت سؤالك يعني يحتمل وجهين، والوجهان لمن لم يتنبه لسؤالك صحيحان. بس في حاجه مهمه جدا، هو الاسم المتقدم على الجمله ديت طبعا يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. من باب الاشتغال واضح. فلكن جواز الرفع لا يكون من باب الاشتغال، يعني اذا رفعته خلاص ما يكونش من باب الاشتغال، هذا هو. اما اذا نصبته بمرجحه او بموجبه او بمساويه يكون من باب الاشتغال. فاهم؟ فهمت؟ وكرر، لان مساله مهمه برضو عشان الامور تتضح وتنضبط في عقول الطلاب. احنا قلنا الباب دوت باب الاشتغال من الاسم المتقدم ده يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. اذا رفعته يكون على مبتدا، والجمله التي بعدها جمله خبر. هل في هذه الحاله يكون من باب الاشتغال؟ ها؟ ما يكونش باب الاشتغال، انت مبتدا وخبر. صحيح الرفع له مرجح او له موجب او له مساوي، لكن لا يكون من باب الاشتغال. اما اذا نصبته فان ذلك يكون من باب الاشتغال. واضح؟ لان بقول لك باب ضابطه بحيث اذا سلط عليه لنصبه، ده ضابط الاشتغال، ما قالش بقى مرفوع. طب ولو كان مرفوع بقى بمرجح خلاص خرج من باب الاشتغال. ولذلك موجب الرفع الحالة الرابعة، الحالة الثالثة، الرابعة ولا الثالثة؟ الحالة الثالثة، الثالثة الذي فيه أوجب الشارح الرفع خرج تماما، خرج تماما من باب الاشتغال. مسألة لا تذكر في باب الاشتغال. طب ليه ذكرنا جواز الرفع والنصب في الاشتغال؟ لأن في مرجح للنصب. صحيح لو رفعناه خلاص ليس من باب الاشتغال. واضح كلامي؟ واضح يا طلاب العلم؟ ها قولوا اسئله، قول يا معلم. لك سؤال شيخ رائد، اتفضل يا حبيبي. كنا احيانا نسمع في محاضره المشايخ او في ختام مقدمه المؤلف قوله والله اسال، هل هذا من باب الدعاء للحاله الاولى؟ والله اسال او والله ارجو والله لا لا، ديت من باب فريقا هذا، من باب فريقا هذا. الله اسال، يعني اسال الله، ولكن قدم لفظ الجلاله الله تعظيما وتبجيلا وتبركا به سبحانه وتعالى جل شأن الله. فليس هذا من الاشتغال، وانما هذا من باب فريقا هذا. بارك الله فيك. اتفضل قول يا سيدي. لو الاسم المتقدم بعضهم ذكروا في التوضيح في شرح التسهيل ابي حيان، نعم، ذكروا يعني لو كان مرفوع لكن بفعل محذوف فيكون من باب الاشتغال كذلك. وامام الخضري مشيتي على ابن عقيل وقال هذا هو متجه من آية مثلا وإن أحد من المشركين استجارك. فالنصب يقول ليس هو ملاحظ في الاشتغال. النصب النصب لا يكون السابق ليس ملاحظة في الاشتغال، ليس ملاحظة في الاشتغال النصب. كيف كيف هذا؟ مثلا وإن أحد من المشركين استجارك، يقول هذا أيضا من باب الاشتغال، أنه هذا مرفوع بفعل المحذوف.
نعم. الفاعل يعني فعل المحذوف. تمام. بس الاشتغال هذا ضابطه اللي احنا قلناها، بحيث اذا سلط العامل عليه لنصبه. هو قال ذلك خضري هذا، قال هذا في الحاشية بتاعته. نعم. انسبه فالسابق انسبه يكون ففيه قصور. طيب خليني ارجع لسيدنا الخضري في الحاشية واشوف قال ايه بالظبط واقول لك. لان المسألة محتاجة مراجعة. مراجعة في حاشية الخضري ونشوف الشيخ ياسين قال ايه في الفاكهة في مجيب الندى. طب هو قرأت كلام سيدنا الشيخ ياسين قال ايه؟ ما قالش حاجة؟ في 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 وإن أحد ما قال كلام الشيخ خضري الآن سيدي. ايه؟ بيقول تقول أنكر كلامه؟ سمعتك بيقول أنكر كلامه. نعم ففيه قصور. ايش سيدنا ياسين انكر كلام الخضري؟ لا شيخ خضري قال شيخ ياسين انا لم اطلع. طيب ممكن اللي عنده الدور المصوري يراجع. مين عنده الدور؟ عندك يا مولانا الشيخ محمد الدور المصوري عند افيقه صح يا افيقه؟ طب تبقى تراجع المساله دي يا افيقه. وان احد من المشكله استجارك عند السمين الحلبي. ياسين عارف بالذات مش اي حاجه واحد تاني. وان احد من المشركين استجارك فاجر. راجع الايه دي عند سيدنا السمين وقولي لي قال ايه. تمام؟ ابحثي فيها كويس. وانا هبحثها في سيدنا الخضري. انت عندك الحاشيات الخضري؟ طيب قال ايه؟ ده مين؟ الخضري؟ كما يعلم ويجوز حذفه بكح لما فيه من القطع بعد التهيئة ده من الصبان. ومراد الشارع بعين لعمله فيه خصوص النصب بدليل باقي كلام. ومقتضى ذلك مع قول المصنف بنصب لفظه وقوله فالسابق انصبه أن العامل إذا اشتغل برأى. لا مولانا أنت ما شاء الله عليك جميل 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 أنك يعني أنك التفت نظرك إلى هذا. لكن يعني الكلام مخالف لما قلته كلام سيدنا الخضري. ليه بقى يا اولاد؟ انا هقرا لك كلام سيدنا الخضري. ومش عايز اقرا فيه كتير عشان عايز ابدا في التنازع. هو الشيخ زايد الخير جزاه الله خير التفت الى هذا الشيء. وانا قلت لافيقا دلوقتي تراجع الكلام ده في ايه؟ في الدور المصون. بيقول ايه بقى؟ وقوله سيدنا الخضر يقول وقوله قول مين؟ ابن مالك. وقوله فالسابق انصبه ان العامل بيعقب سيدنا الخضر ان العامل اذا اشتغل برفع ذلك الضمير وان نحو وان احد من المشركين استجار لا يكون اشتغالا. ده يكون خرج من باب الاشتغال تماما. لا يكون اشتغال. لأن يا أولاد كلمة الاشتغال تستعمل. الله يبارك فيك زادك الله يا أولاد. يعني كلمة الاشتغال تستعمل عند النحاة بمفهومين اثنين. المفهوم الأول هو المفهوم اللي هو الاشتغال بتاعنا ده الاصطلاحي. والمفهوم الثاني بمفهوم المعنى اللغوي اللي هو العامل اشتغل بـ 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 بالعمل في معموله. تمام؟ فلا يقصد
فلا يقصد الاشتغال اللي هو الاشتغال الاصطلاحي ده. فلذلك يقول لك سيدنا الخضر يقول لك ايه؟ ان العامل اذا اشتغل، ده اشتغل ديت يعني مش من الاصطلاح، مش من بتاعنا ده، اللي هو الاشتغال العادي. اشتغال الايه؟ العادي. ان العامل اذا اشتغل برفع ذلك الضمير نحو وان احد من المشركين، فلا لا يكون اشتغالا يعني الاصطلاح بدوت، لا يكون من الاشتغال يعني من هذا المصطلح. والمنقول عن شارح التسهيل وابي حيان انه منه راي ان صاحب التسهيل سيدنا ابن مالك، وكذا في التوضيح وهو المتجه، وهو المتجه يعني جعله من باب الاشتغال، ليس اعرف، وهو المتجه يعني يقصد هو لا يكون من الاشتغال ولا يكون من الاشتغال، ومن ممكن ان يكون من الاشتغال صحيح. ففي الضابط قصور على ايه؟ على راي صاحب التسهيل، راي ابن مالك في التسهيل. خلي بالكم قضيه التسهيل دي مهمه جدا يا اولاد، انتبه يا واد يا رائد. ابن مالك في الالفيه وفي الشافيه الكافيه له منهج، ما هو تاليف الكتاب مهم، تاريخ تاليف كتاب مهم جدا. ابن مالك في الألفية له منهج وله آراء خالفها في التسهيل. دايما التسهيل عند ابن مالك يخالف فيه، وكأن التسهيل لما جه ألفه بعد الألفية عمل فيه فلسفة شوية، عمل فيه فلسفة يعني، كان كبر ابن مالك واستولت عليه ملكة النحو واللغة وغير ذلك، فقال في آراء ربما يعني نؤدها نحن آراء خالفت المتفق عليه. دائما شرع التسهيل كده بتاع ابن مالك. يدلك على ذلك ان هو ألف المتن، متن التسهيل، وبعد ما ألفه قرأوا تاني، قرأوا وهو بيقرأوا لقى حاجات كده مخالفة، فراح حش هو نفسه، حش عليه ابن مالك، حش على التسهيل اللي احنا بنسميه شرح التسهيل، هو ما شرحوش، ده حش عليه في الهامش، لأن المخطوطات كلها المتن وفي الهامش حواشي من صاحب، من ابن مالك نفسه. لذلك اللي حققه يقول لك ده مش شرح، ده تحشية من ابن مالك على متنه. وليه قال التحشية دي ابن مالك؟ قال لك لأنه وجد أن آراءه في التسهيل مخالفة لآرائه في الألفية ومخالفة للجمهرة. طيب يدلك على ذلك أن التسهيل وشرحه لابن مالك، التسهيل نفسه في رأي وشرحه فيها رأي آخر. خلي بالك يعني ابن مالك قال عمل التسهيل برأي فلسفي، لما جه حش عليه خالف رأيه هو نفسه الحاشية بتاعته، ورجع تاني للألفية. وده موجود، التسهيل موجود، شرح التسهيل موجود في مطبوعة طبعة دار هجر، دار ايه؟ هجر، مجلدين كده جمال كده حلوين، واللي محققه سيدنا الشيخ الدكتور الشيخي الشيخ عبد الرحمن السيد، اخو الشيخ امين السيد، من مشايخ دار العلوم القدامى اللي هم الازهريين الاصليين اللي تركوا الازهر وراحوا دار العلوم عشان يحيوا دار العلوم. شيخ اخوان امين السيد وعبد الرحمن السيد، وكلاهما في النحو والصرف. يعني اخوان
علماء من من من, من الأزاهرة القدامى اللي هم انتقلوا الى دار العلوم مع سيدنا الشيخ بشر وسيدنا الشيخ ابو صابون شاهين وسيدنا الشيخ مكي والناس وهذا الرعيل الاول كلهم ازاهره. وبعدين لما فتح دار العلوم خدوهم عشان يقعدوا دار العلوم واحيوها يعني احياء منضبطا جميلا. وهكذا. واضح يا مولانا الشيخ؟ فهمت يا حبيبي؟ جزاك الله وانت زايد الخير. وسيدي في اسامين يقول قوله تعالى وان احد قال ايه بقى اسامين هنا؟ قوله تعالى وان احد كقوله ان امرؤ هلك في كونه من باب الاشتغال عند الجمهور. عند الجمهور اسامين قال كده؟ طب وريني كده شويه بقى. عموما يا افريقيا هتعمل لنا البحث ده. ده راي اول ولا في اراء ثانيه؟ لا ده سمين بيعت بالاراء كلها. سمين يدرس ولكن التفت الى قوله تعالى ان امرؤ هلك في سوره النساء. لا دي محتاجه بحث المساله. ابحث فيها فيكم. ها؟ ان شاء الله. محتاجة بحث. احنا يعني كده هنبدا في مش هينفع نبدا في التنازع. تنازعتم الوقت مع التنازع. نازعتم الوقت مع التنازع. لكن ما ينازعه ما قدر الله. ما شاء الله عليك. دائما الشيخ مهيب ياتي بالدرر والله. طيب خلاص يبقى التنازع ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله. صح يا زايد؟ ان شاء الله. الله يبارك فيك. هو الشيخ سيدنا ال تبقى ترجع كده برضه بقى في الايه دي. الايه دي ارجعوا فيها للزمخشري في الكشاف. شوف قال فيها ايه. ولازم تجيب ما دام عملت مساله هاتها بقى من جميع اقطارها. هاتها من الدر المصون وهاتها من الزمخشري. الزمخشري هتلاقي فيها كلام قال فيها حاجات. الزمخشري يا اولاد. طيب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. كنا عايزين نبدا في التنازع لكن يعني انا اشاء وانت تشاء والله يفعل ما يشاء. تنازع يا اولاد باب عميق شويه يعني. عايزين ان شاء الله نفهمه زي الاشتغال كده. فهمنا الاشتغال كويس؟ الحمد لله. تمام. من اصعب الابواب في النحو الاشتغال والتنازع. معروف يعني. فاظن الاشتغال دلوقتي صار سهلا ميسورا. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلى. الحمد لله. نعم. يعني انتهز الفرصه دلوقتي يا اولاد واقول لكم على منهج. انا عايز اقول لكم حاجه يا اولادي يا احبابي يا طلاب علم يا حمله ان شاء الله يعني هذا الميراث النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم ورث علما لم يورث مالا ولا كذا ولا كذا. فانتم إن شاء الله تحملون هذا الإرث النبوي بإذن الله. عايز أقول لكم حاجة مهمة. وأنا أطلب منكم راجعين منكم أن تفعلوا. الباب الصعب أو المسائل الصعبة في أي علم ما، هذا الكلام يا شفاء انتبه يا شيخ رائد في النحو وفي الصرف والبلاغه والتفسير والمنطق والحديث والاصول والفقه والعقيده والتمعين. كل ده طبق هذا الذي اقوله لك الان. المسائل الصعبه او الابواب الصعبه في العلوم لازم تخليها هي اسهل الابواب عندك. يعني انا اعمل كده. النحو
كان عندي بالنسبة أنا كنت طالب في دار العلوم، كان النحو عندي يعني شيء جميل، يعني إذا أردت أن أتلذذ بالدراسة أقرأ نحو، فما في ما فيش مشكل فيه. اللي كان بيمثل لي عقبة كأود الصرف، دي حقيقة لازم أقولها وأنا ههرب منها. يعني الصرف كان بالنسبة لي صعب، ولا سيما كنا في الصف الرابع كان عندنا الإعلام الإبدال. وهقول لكم برضو حاجة في الفقه برضو، الإعلام الإبدال كان صعب جدا لأن كنا بندرسه من الشافية، من شافية ابن الحاجب شرح الرادي، وكان اللي بيدرس لنا الشيخ أمين السيد، كان عالم كالجبل، والله 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 كان يدرسه لنا الشيخ أمين السيد ده، راجل كده كبير وراجل رصين. طب وبعدين؟ طب أعمل إيه؟ فروحت جايب كتاب اسمه توضيح الصرف، معروف لغاية دلوقتي موجود، توضيح الصرف للشيخ فاخر، دكتور فاخر، أربع خمس أجزاء كده. وبعدين فضلت أدرس وأقرأ الإعلام والإبدال ده مسألة مسألة وكلمة كلمة، وكنت أنفق فيه الوقت بلا حساب. فضلت أتعقب المسائل وشوازيها، لأن كل صرف شواذ. ذلك الشيخ عبد الرحمن السيد هو أقوى من السيد، الدكتوراه بتاعته في شواذ الصرف، شواذ قواعد اسمها كده، شواذ قواعد الصرف. فتعقبت مسائل الإعلال والإبدال في جميع الكتب، في الشافية وفي التوضيح وفي كتاب الدكتور عبد أمين السيد رحمة الله عليه. ايه؟ في علم الصرف، في علم الصرف الشيخ أمين السيد له كتاب في علم الصرف كان مقرر علينا، هو ده. هو ده. فتعقبت مسائل الإعلام والإبدال، والله والله تعقبتها كلمة كلمة، مش هقول لك قاعدة قاعدة، كلمة كلمة، وشوف الكلمة دي يرد بها ايه، والضمير ده بيعود على ايه، ويقصد ايه. ولو مش فهمتش حاجة ارجع لكتاب تاني افهمها من الكتاب التاني، وبعدين ارجع لكتاب الاصلي، وبعدين تقف مسألة تانية، اروح في كتاب ما لقيتش فيه، اروح في كتاب اخر، لغاية ما اصل الى الايه، الى مفهوم المسألة دي او القاعدة دي او غير ذلك. وبقيت على ذلك انفق فيه الوقت بلا حساب، إلى أن صار الصرف عندي أيسر من النحو. هو كده لازم تعمل كده. الحاجة الصعبة لازم تخليها أسهل حاجة، باستعانة بالله، وتكون دؤوب على الأمر واصبر، عندك صبر. العلم مش محتاج لا محتاج صبر جزع، لا يحتاج جزع، وإنما لابد أن تكون صبور بمقداري، وكان سمعتها دي من أحد المشايخ، بمقداري طول الوقت الذي تمكثه على الكتاب بمقدار تحصيلك العلم. في واحد ما يعرفش يقعد على الكتاب نص ساعة ويقوم يقوم يشرب، يقوم مش عارف يشوف حاجة، يبص في دلوقتي بقى، يبص في محمود دلوقتي، كانش في زمان محمود بقى، يعني نقوم نشرب، نقوم مش عارف نبص كذا، لا ما ينفعش. كنت اقعد على الكتاب والله لا اقوم الا بعد ساعتين اقل حاجه، اول اوامان ليا بعد ساعتين، اقعد ما اقومش الا بعد ساعتين، لان القيام والرجوع ده بيذهب تحصيلك. وبعدين بعد كده تشتكي انا بنسى يا مولانا. طب ما هو انت اللي بتنسي نفسك بنفسك، اللي انك قعدت نص ساعة او ربع ساعة وقمت ورجعت تاني
بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، قعدت ربع ساعة وقمت ورجعت تاني، اللي هتحصره هتنساه. لكن لما تقعد على الكتاب ساعتين متصلين متصلتين مش هتثبت المعلومة، هتثبت، والمعلومة محتاجة معلومة تسندها، محتاجة معلومة تسندها، والمعلومة اللي تسندها دي محتاجة معلومة تانية تسندها، ومحتاجة معلومة ثالثة تسندها. يقوم كالبنيان المرصوص، المعلومات دي تبقى زي البنيان المرصوص كده، ما يعرفش ما يقعش منك تاني خلاص. لكن تاخد معلومة وتمشي هتقع منك، هتقع منك المعلومة تاني، وعشان تقيمها من جديد هتاخد وقت. وبعدين في الاخر اقول لك يا مولانا انا ما انا قعدت طول النهار اقرا في نص صفحه، طب ما انت السبب، انت السبب. لكن لو قعدت من الـ من الـ من الـ الظهر للعصر، كنا نعمل كده واحنا طلاب، كان بيتنا ما زال موجود عند جامع الظاهر بيبرس، كنت انزل اصلي مثلا الظهر في الجامع الظاهر بيبرس وارجع، ما اقومش الا على صلاه العصر، انزل اصلي العصر في جامع بيبرس، ما اقومش الا على المغرب كده، هو كده لازم بعد الفجر، لأ نقسم وقتنا ساعتين ساعتين ساعتين، كنت مقسم ساعتين علم لغة، ساعتين مش عارف أدب، ساعتين من 6 لـ 8، 8 لـ 10، 10 لـ 12، كل حاجة حاجة كده. هو ده علشان بقول لك المعلومة محتاجة معلومة تانية تسندها، زي ما تجيب كده عمود وتوقفه كده هيقع، لو حطيت عمود جنبيه هتضيع عمود جنبيه، عمود جنبيه، ده يسند ده، ده يسند ده، يسند ده، خلاص كالبنيان المرصوص، معلومات مرصوصه في ذهنك ما تطلع ابدا. هو ده طلب العلم. فانا عايز اقول اول حاجه ما تقومش على طول، لا اقعد على الكتاب، اجلس على الكتاب. انا الى الان ساعات اجلس بعد يعني على الكتاب بعد صلاه الفجر، ما اقومش الا على الساعه 10. هذا هو، الا بس مثلا اقضي حاجاتي في الحمام وارجع تاني وهكذا. تقعد على الكتاب ما تقومش، دي حاجه. الحاجه الثانيه الشيء الصعب، المسائل الصعبه خذ قرارا بعد الاستعانه بالله اجعلها اسهل المسائل. هذا حدث ايضا معي في سنه ثانيه في دار العلوم، كان علم المواريث صعب جدا، وكان بيدرس لنا واحد يعني ما زال كان قريب عهد بالتدريس، كان لسه يعني صغير في السن كده، والله لا اذكر اسمه، وما كنا يعني نفهم كويس، والعيب فينا طبعا طلبة صغيرين وشباب وبتاع. فأشار إلي أحد الطلاب الأصدقاء بكتاب الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، له كتاب في علم المواريث، وكان يباع في مكتبة الكليات الأزهرية، ما زالت المكتبة دي موجودة اسمها مكتبة الكليات الأزهرية. وفعلا ذهبنا إلى هذه المكتبة واشترينا كتاب المواريث بتاع الشيخ حسنين مخلوف وقرأناه وفهمناه وهضمناه واستخرجنا النفيس منه ولخصناه كل حاجة منها وبتاع. دلوقتي دي بقراءة، يعني الفهم ده خد قراءة، وضبطناه بقراءة تانية، قرأنا الكتاب ده في السنة الثانية من الكلية ما يقرب من 5 مرات. علم المواريث كتاب كبير كده بتاع الشيخ حسين مخلوف مفتي دار المصرية الأزبق. فإلى أن صارت المواريث، طبعا نسيت دلوقتي المواريث خلاص لأن مش فني، نسيتها.
لكن الى ان صلاه المغرب انذاك عندي يعني كالفاتحه كده، تيجي المسائل اروح عليها على طول مسائل المغرب. فهذا يا اولاد لابد ان شاء الله تعملوا كده، الحاجه الصعبه تجعلها اسهل حاجه، سواء ماده يعني مثلا الفك، مثلا الفك صعب عندك، لا خله هو خليه هو اسهل حاجه. في مثلا باب الاغتسال اصعب باب الابواب الايه الفك لكثره مسائله، اجعل باب الاغتسال ده بقى اسهل حاجه، افضل تعقب مسائله وتعقب كلماته وتعقب ضوابطه كلمة كلمة، ولا تمل ولا تكل ولا تتوالى ولا تتقاعس، وانفق فيه المال الوقت بلا حساب، بلا حساب عندك انت لكن عند ربنا موجود فيه حساب، لغاية ما تتمكن من المسألة او من الباب او من المادة. وهذا شيء مجرب، وانا بقول لكم خبرتي اهو في الايه؟ في الدراسه. واضح يا طلاب عين؟ واضح يا سيدي. عايز تقول ايه؟ قول يا حبيبي. جزاك الله سيدي. هو جزاك. طيب، وانا ربما فعلت ذلك معكم في التفتزاني. التفتزاني من الكتب الصعبه مش من الكتب السهله في الصرف. يعني من ظن انه من سهل ده لا يفقه شيء، لان التفتزاني منطقي. والتفتزاني اول من الف في ده، اول كتاب الفه هو كتاب الشرح بتاع التصنيف العز ده، الفه وعنده 16 سنه يعني قد الواد الشفاء. عندك 12 سنة؟ عندك ايه؟ يعني أصغر منك. أنا أصغر منك، مين عنده 12 سنة يعني؟ مفيش؟ وده على فكرة مش معنى كده، ده فيها دلالة إن هو حديث عهد بالتأليف، ومعنى كده ان حديث عهد بالتأليف ان هو يعني لان التأليف ده صنعة، التأليف صنعة. تيجي واحد يألف مثلا كتاب او يكتب حاجة ما اعرفش ليه، مش متعود، لانه اول مرة. يعني انا كتبتي مثلا للبحوث اللي عملتها كانت كنت بتوه فيها شيئا فشيئا، إيه خلاص اصبحت حرفة او صار بلغة المصير معلم في التأليف يعني، وهكذا. فالسعد لما في العز ده اول حاجة ألفها ما كانش عنده الخبرة الكافية للتأليف، فتجد ان الفاظه جاءت غفلة يعني فيها الفاظ فيها غلظة. لكن تعال شوف بقى مؤلفات السعد اللي بعد كده، لا هتلاقيها سلسه، لان خلاص خد اكتسب خبره في التاليف. فالسعد صعب، شرح السعد بتاع التفتزاني ده الشيخ العزي صعب. فانا وبفضل الله سبحانه وتعالى علي وعليكم مشيت في الكتاب مساله مساله كلمه كلمه من أجل هذا المنهج الذي سرت عليه منذ أن كنت يعني منذ نعومة أظفاري في العلم، في طلب العلم. منذ نعومة أظفاري في طلب العلم كان ده منهجي، الحاجة الصعبة أخليها بأمر الله طبعا بالاستعانة أخليها أسهل حاجة. ولذلك انا اعتقد يعني ان صار كتاب شرح السعد على العزي صار ميسورا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل اولا واخيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا واضح؟ واضح. يلا.